اتمنى بيكون ان هو بيأثر على اداء الفريق وبيأثر على شكل اللعيب اصلا الجماهير. وبيأثر على الجماهير بيأثر على الجماهير بشكل كبير جدا. بيأثر على الجماهير، الجماهير بتأثر جدا. باللعيب يعني لما يكون نجم زي شيكابالا طبعا ويحسسهم ان هو مثلا في خطأ او ما لم يحتسب له ركله جزاء بيصيرهم تمام. طيب خلينا نتكلم، طبعا احنا بنتكلم عن عارفين على الدوري، بس يعني خلينا نتكلم بشكل عام على طبعا المنتخب المصري المنتخب القومي، وعايز اعرف تغيير الجهاز الفني طبعا كانت خطوه مهمه جدا، عايز اعرف بقى تبعيات دوت يا فندم، يعني ايه اللي جاي وايه المتوقع بالنسبه للمنتخب؟ هل هنشهد عناصر جديده في المنتخب؟ هل هنشهد اتحاد الكوره فعلا يعيد فعلا النظر في اداء المنتخب القومي؟ بص حضرتك، احنا طبعا لما نيجي نتكلم كان في كابتن حسن شحاته مخرجنا من التصفيات امم افريقيا 2012 2012 جيت طبعا دخلنا بدايه 4 شهور بندور على جهاز فني، وده يعني حتى بحث عشوائي، ليس هناك سياسه واضحه او اختيار واضح. عايزين مثلا نجيب كره اوروبيه، مدرسه كره، مدرب من اوروبا ولا مدرب من امريكا اللاتينيه ولا حتى مدرب من افريقيا، وقعدنا يعني تركوا المجال للاجتهادات حتى وصل الامر ان هو المتاح مين؟ اللي هو الامريكي برادلي، وانا شايف ان هو بوب برادلي مدرب كويس. طبعا تم التعاقد معاه، تم اختيار جهاز معاه ومعاه اللي هو كابتن ضياء السيد، هيجيبوا مدرب احمال، يقال ان هو يكون مدرب احمال فرنسي، هيكون معاه طبعا كابتن زكي عبد الفتاح طبعا المصري اللي هو كان شغال معاه في المنتخب الامريكي. ده جهاز، انا جهاز هو وفقا طبعا دايما اللي هو الليدر اللي بيدير الموضوع هو من حقه يختار الجهاز المعاول دي. هو كان ليه بعض التحفظات على كابتن ضياء السيد، لكن اعتقد خلاص الامور خلصت. كان في امبارح جلسه تعارف بين الجهاز الفني كله في اتحاد الكوره، حضرها كابتن عصام الحضري طبعا حارس المنتخب. الراجل يعني دي حاجه، دي احنا كان عندنا كواليس القعده اللي حصلت، هو الراجل قال ان هو عارف الحضري كويس جدا جدا، وقال ان هو فاكره من ساعه بطوله القارات، وقال ان هو شاف فترات كاس الامم الافريقيه وبيعتبره من افضل الحراس في العالم. والكابتن زكي عبد الفتاح ادى برضو يعني ادى امل للحضري، يعني كان طبعا في كلام كتير يقول لازم هنخرج باحلال وتجديد، وهن كل الناس اللي فوق 35 سنه او 32 سنه كل ده هيتم استبعادهم. الجهاز الفني قال ما فيش تجديد بيبقى كامل 100%، التجديد هيكون مثلا في حدود 30-40% وعلى فترات. الحضري هيكون موجود بشكل اساسي، لان زكي عبد الفتاح اكد له ان هو المعيار عنده بالمعيار بالكفاءه والعطاء في الملعب وليس بالسن، وقال له انا شايف ان انت افضل حارس موجود في مصر وفي افريقيا. ده بالنسبه لحارس المرمى. انا بقى عايز اتكلم بشكل عام، هل هيحصل تغيير عناصر؟ ما بكمل لحضرتك. هو قال احنا كان لنا في اليوم السابع حوار مع برادلي، الراجل اكد بشكل عام ان هو جاي كل هدفه انه يوصل بمصر لكاس العالم 2014، قال ان هو ممكن ويعمل فريق ممكن يكمل 2018. هو يعني هو راجل عنده طموحات كبيره جدا يعملها في مصر، وقال ان واول ما جه فكر يعني يتفرج بشكل عملي، قال ان هو يعني ناوي يقعد في مصر، هيجيب مراته تقعد معاه هنا في مصر، اتحاد الكره طبعا هيشوف له مكان ساكن تكون شقه مثلا يبقى عشان يبقى مستمر، مش هيقعد بقى زي مثلا يجي يعمل ماتش ويمشي زي الكابتن اللي هو مدير فني الاهلي يبقى واخد الموضوع ان هو جاي يشتغل كده عماله خارجيه ويسافر تاني. لا، هو راجل جاي يشتغل بجد فعليا، شفناه في ماتش النهائي كاس مصر، شفناه في كل مباريات ماتش النيجر، كل المباريات موجود، بيروح التدريبات، بيحاول يعمل شبكه مع الاجهزه الفنيه للفرق. عمل داتا، خد اكتر من 50 لعيب من جميع الفرق من متوسطات اعمار صغيره مع بعض اللعيبه الكبار مهمة. هو حاطط تقريبا 7-8 لاعبين من المنتخب اللي فات بتاع كابتن حسن شحاته في الصوره عنده، ابرزهم على الاطلاق طبعا ابو تريكا احمد حسن، عصام الحضري، احمد فتحي، وائل جمعه. بالرغم من التحفظات اللي كانت، يعني أي لما كل الهزائم اللي حصلت مؤخرا، احنا خلاص وقت ما خلص السنه، بس كل الهزائم اللي حصلت مؤخرا كان دايما اول تعليق ابو تريكا هايل وعظيم بس كبر، واحمد حسن هايل وعظيم بس مستواه نزل، والكلام ده كله. فبالرغم كل هذه التحفظات، هل هيظل محتفظ بهذه العناصر؟ هو الراجل زي ما كلمناه قال ان هو عارف ابو تريكا كويس، وقال ان هو قادر ان هو يخليه يستعيد بريقه تاني من جديد. قال ان هو مصر فيها 7-8 لاعبين من المجموعه ديت قادر ان تستمر، والحمد لله. قال ان هو شاف منتخب الشباب في بطوله كولومبيا، قال بتضم اكثر من 7-8 لاعبين، وشاف منتخب اولمبي قال ان هو قادر يضم من يعمل منهم توليفه في خلال 30 لاعب يبقى هيكل اساسي منتخب مصر، قادر ان هو يخوض بيه التصفيات اللي هتبدا ل 2013 كاس عمر 2013 وتكمل معاه تصفيات كاس العالم. انت كمتابع ومحلل، هل انت متفائل ولا انت بس مجرد بتقول ان هيحصل كذا وكذا؟ انا متفائل جدا بالرد. متفائل جدا، بس لابد نصبر ليه؟ مش هنروح ناخد البطوله على طول. استاذ عمر الايوبي الناقد الرياضي باليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا يا فندم. والنهارده يبدا الدوري، النهارده في 6 ماتشات،
هنشوف الاهلي هيعمل ايه مع حرس الحدود، وهنشوف عموما بشكل عام اخبار الدنيا ايه، وان شاء الله باذن الله يبتدي ويعدي الدوري على خير بمثال نديه احنا كجماهير وكمان كلاعيبه، وطبعا الامن يكون معانا عشان خاطر نطلع زي ما كابتن الاستاذ عمر قال مستوى محترم ودوري مشرف يعيد تاني الحياه الكرويه لطبيعتها في مصر. هنروح لفاصل ونرجع تاني، خليكم معانا.